السلام عليكم، رجعنا لكم تاني في فيديو جديد. النهارده بنزور مول ميري هيل في بيرمنغهام، تقريبا على بعد نص ساعة من سيتي سنتر بيرمنغهام، واحد من أكبر المولز اللي موجودة في وست ميدلاند. يعني ده كار بارك، واحد من حوالي 6-7 كار باركس موجودين في المول. طبعا الكاميرا مش هتجيبه كله يعني. ومحطة اوتوبيس كبيرة بتوصل منه لبيرمنغهام والمدن المحيطة. المول جميل وفخ، هنحاول ناخد جولة فيه كده. اعتقد ان فيديو واحد اصلا مش هيكفي، يعني فيديو واحد مول ضخم جدا، فيديو واحد مش هيكون كافي ان هو نستعرض المول كله، لكن خلينا ناخد فكرة كده عن المول واللي جواه. واحد من البوابات، الجو بره كان حر، الصيف دخل اصلا والحر بدأ، الناس كلها لابسة نص كم واحنا من غير كم اصلا كمان. ناخد جولة كده في محلات. المحلات هنا ما بين محلات ملابس لمحلات الكترونيات لانتيكات وديكور. ازدا حاجات سويمينج سوت وحاجات كده. طبعا الكروت التقليد الانجليزي العريق، بالمحافظة على الكروت، يعني شايف لسه كمية كروت قد ايه. لسه طبعا هم عندهم موضوع تكتب الكروت والمعايدات والحاجات دي، لسه هم محتفظين بالحاجات التراديشنال ليه. موبايلات مستعملة، اجيب لكم بس كده فكرة عن اسعار. هقف كده ثانية واحدة بحيث كل واحد يشوف كده، تبطئ الفيديو او توقف الفيديو وتشوف لو في تليفون مثلا معين عاجبك، تقارن السعر بينه وبين اللي موجود عندك. يعني هنا مثلا دوت انا شايف ان ده كويس، ايفون 13 اهوت انلوكت 128 جيجا 650 باوند 250 باوند كاش اونلي ديل. اعتقد ان ده سعر كويس جدا لايفون 13. شوزون محل من المحلات الكبيرة والسلاسل الموجودة في انجلترا، بس بصراحة الجودة بتاعته ما بتعجبنيش، يعني عامل زي الحاجات اللي بتفرش على الرصيف. جدي سبوت، واحد من المحلات برضو المشهورة جدا، تشين في كل حتة، أسعاره في المتوسط مش أحسن حاجة. ماكدونالدز، أعتقد الشارع دوت من الشارع اللي فيها المحلات كتير، شارع يعني جوه المول وتحس ان في شارع. ريمان، فوت لوكر برضه من التشينز اللي مشهورة ومعروفة جدا في السبورتس وير والشوز وكده، وموجود حتى في الخليج. برضو مرة تانية نقرب كده نستعرض الأسعار، تقدر تقارن الأسعار عندك وبلدك.
وان كان شوز لوكال فوت لوكال دوت من الحاجات الغاليه يعني. انا نفسي ما بحبوش، في حاجات كتيره ارخص من كده. خلينا نشوف بقى البدل دي كده. بدلة كيفاني، بدلة كيفاني طبعا، كيفاني من الماركات المشهورة هنا. لسه أنا شاري بدلة كيفاني دي. المحلات هنا كتير، كل حاجة، كل المنتجات موجودة. المول بصراحة فخم وجميل يعني. الحاجات بتاعت انجلترا معظمها حاجات قديمة ومبانيها قديمة كلها. الواحد لما بيلاقي حاجة كده جديدة و لحد كبير يعني متشطبة تشطيب فخم كده، بيبقى الواحد مستغرب. المهم من أفخم المولات اللي موجودة في إنجلترا بصراحة، جميل جدا. شركة فري كده، فوت أسايلوم، ماشي يا عم فوت أسايلوم. مول من مولات بيمنغهام، المول جميل بصراحة. نفس سلاسل المحلات تقريبا اللي بتبقى موجودة في كل حتة. والجو النهاردة صيف وشمس الحمد لله.
هنطلع دلوقتي بره بوابة المول نشوف الجو بره عامل ازاي. في هنا موقف اتوبيسات وطبعا في كار بارك كبير جدا ورهيب. اذا تيجي بعربيتك للكار تركن هنا اذا ما كانش معاك عربيه او عايز تيجي بالباص. ففي هنا برضو موقف اتوبيسات كبير ومحترم. يوديك لكل حتة اعتقد يعني على الاقل يوديك سنتر بيرمنجهام لان المول ده تقريبا على بعد نص ساعة مثلا درايفنج. في كار بارك كبير